أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول: في نظركم فضيلة الشيخ، ما الطريقة المثلى في إنكار الإبن على أبيه عندما يرى من أبيه تقصير يوجب هذا الإنكار؟ نعم، على الإبن أن ينصح لوالده إذا رأى عليه معصية، أن ينصحه برفق ولين وشفقة، ترغيب عليه، أن يرغبه في الطاعة. إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بأبيه: يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا. وفي البداية قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك اتبعني أهدك صراطا سويا. يتلطف معه، لعل الله أن يهديه، ولا يسكت على والده إذا رأى منه منكرا، أن هذا من الغش له، وهذا من عدم المبالاة بحقه. من أعظم حقوق الوالد على ولده أنه إذا رآه على معصية مخالفة لا يقره عليها، بل ينصحه ويبين له، لكن مع اللطف ومع اللين والعطف، حتى لا ينفر الوالد. نعم.